مما شرع لنا في ختام هذا الشهر الكريم صلاة العيد، والأصل فيها أنها يعني تصلى في المسجد أو في الخلاء في الجبانة، ما يسمى بالجبانة، ويخرج لها الرجال والنساء والصبيان، هذه هي السنة. ولكن نظرا لأن واقعنا هذا العام نعيش ظروفا استثنائية بسبب هذا المرض، وباء كورونا عافانا الله وإياكم منه، فإن الناس سيصلون في بيوتهم، وينبغي أن نتعلم أحكام صلاة العيد. فهي وإن كانت سنة مؤكدة كما ذكر جمهور علماء المسلمين، لكن ينبغي أن تقام وأن تصلى في البيوت، وأن نحيي هذه السنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أشير على عجالة إلى بعض أحكام صلاة العيد. فالأصل أن صلاة العيد لا أذان ولا إقامة لها، سواء كانت في البيت أو في المسجد أو في الخلاء في المكان المفتوح. وأيضا هي لا سنة قبلية ولا بعدية لها ما لم تكن في المسجد. ما لم تكن في المسجد فيصلي الواحد ركعتين تحية المسجد، لكن ما دمنا سنصليها في البيوت ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، ولا أذان ولا إقامة. يبدأ وقت صلاة عيد الفطر من طلوع الشمس قيد رمحين، 4 أمتار تقريبا، وبالإمكان أداؤها بعد طلوع الشمس وقت الشروق الموجود في ورقة الصلاة. بإمكاننا أن نؤدي الصلاة بعد هذا الوقت المحدد في ورقة الصلاة بنصف ساعة إلى 40 دقيقة، وينتهي وقتها قبيل صلاة الظهر ب10 دقائق تقريبا أو تزيد، ينتهي وقتها بوقت الزوال. بمعنى أن الواحد لو تأخر قليلا في أداء صلاة العيد وهو في البيت فلا يقول خلاص خرج وقتها، تعودنا على أن نصليها في المسجد الساعة 8 أو 9 خرج وقتها. نقول لا، لم يخرج وقتها، عندك وقت. وإن كنا نحرص أن لا نسهر ليلة العيد، ونحرص أن نبكر ونستعد للعيد، ونأخذ بالسنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا نتساهل في أدائها. وصفة صلاة العيد ركعتان كغيرها من الصلوات، إلا أنه يستحب أن يكبر في الأولى 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. هناك يعني أكثر من قول في هذه المسألة، لكن بالإمكان أن نأخذ بهذا القول، 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام تقرأ دعاء الاستفتاح ثم تكبر 7 تكبيرات، وبعد 7 تكبيرات تقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال القيام الركعة الثانية 5 تكبيرات، 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، ويجوز أن تقرأ بما تيسر من غير هاتين السورتين. ليس هناك خطبة للعيد إذا أديت في البيوت، ليس هناك خطبة، الخطبة تكون في المصلى سواء في مصلى العيد أو في المسجد. فإذا ما صليت في البيوت فلا يشترط لها خطبة، لكن لو أحب أهل البيت أن يعني يصلوا العيد ثم يقوم أحدهم فيخطب خطبة خفيفة فلا حرج، وإن كانت ليست مطلوبة، يكتفون فقط بالركعتين التي ذكرناها على الصفة المذكورة. هناك بعض سنن العيد، يسن الفطر على تمرات وتر عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في عيد الفطر. والسنة أن الواحد قبل أن يخرج المسلم إلى المصلى أن يأكل 3 تمرات، أنه يحرم صيام يوم العيد. نحن صائمون شهرا كاملا، ولذلك أنت تشعر نفسك أن اليوم عيد واليوم فرحة، فسننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نفطر على تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى. وبما أننا سنصليها في البيوت فنأكل تمرات قبل الدخول إلى المصلى المخصص للصلاة في البيت. كذلك يسن للعيد الاغتسال والتجمل والتطيب ولبس أحسن الملابس، والأخذ بهذه السنن ولو كنا
في بيوتنا. صلة الأرحام والتهنئة بأي لفظ، ويكفي أن نقول تقبل الله منا ومنكم، وتفقد المحتاجين والمصالحة بين المتخاصمين. اللهو والفسحة بما يجوز من المباحات، وإدخال السرور على الأهل والأولاد في هذا اليوم. بما أننا نعيش الحجر الصحي، لأن التوجيهات الحكومية تمنع التجمعات، فهناك بعض النصائح لا بد من ذكرها. أولاً، لا ننصح أبداً بالتزاور يوم العيد ولا أيام العيد. لا نريد أن يتحول العيد من أفراح إلى أتراح، وأن يتحول من فرح وبعده جنائز، عافان الله وإياكم. فنكتفي بالتواصل من خلال التليفون والرسائل وما إلى ذلك، ويكفي ذلك، ونحرص على التقيد بكل التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص. فلا نريد أن نفرح ساعات أو يوم أو يومان، ثم تأتي بعد ذلك الأحزان، عافان الله وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه. فينبغي أيضا الابتعاد عن كل العادات السيئة والسلوكيات التي تحذر منها الجهات المختصة، حتى لا تنتقل العدوى، كالمصافحة والتقبيل والمعانقة والاجتماع للمقيل ونحو ذلك، والاكتفاء كما قلنا بالإشارة إذا لقيت يعني أخاك المسلم أو قريبك، أن تشير إليه إشارة حرصا على الأخذ بأسباب السلامة، ولأن ذلك مطلوب شرعا.